A ball A of mass 0.2 kilogram moving with a speed 5 meter per second collides elastically. طالما elastically يبقى معناه مفيش فقد في طاقة الحركة. طبعا مفيش فقد في المومنتم سواء elastically ولا inelastically. With a stationary ball B of the same mass يبقى برضه ال B 0.2 كيلوغرام نفس الشيء بس كانت سرعتها بصفر خلاف ال A كانت بخمسة. بيقول after the collision the ball A is deflected at an angle alpha اللي هي دي ب 36.9 with respect to the original line of the motion. بيقول see the figure شفنا الفكر. If the speed of the ball A after the collision is 4 meter per second. طب ده كويس كده نقدر نجيب السرعة الثانية. طالب calculate the speed of the ball B after the collision. على طول طالما مدينا السرعة قبل وبعد الواحدة وإلاستيك أقدر أجيب السرعة الثانية إزاي؟ هقول لك كاينتيك إنرجي بيفور يساوي الكاينتيك إنرجي أفتر والكتل متساوية. فعندنا نص بوينت تو في خمسة سكويرد زائد بوينت تو في صفر ده قبل هتساوي بوينت تو في أربعة سكويرد ده سرعة الـ A زائد بوينت تو في الـ V B داش سكويرد. إذن الـ V B داش اللي بعد قبل كانت بصفر بعد بقت بكام؟ اقدر اشيل البوينت 2 مع بعض طالما الماسس متساويه وهنا كده في صفر. 25 ناقص 16 9 جذر 9 3 متر بير سكند يبقى ده المطلوب او البارت الاولاني. في البارت بي عايز كالكوليت ذا فيلوسيتي اوف ذير سنتر اوف ماس افتر ذا كوليجن. طيب هو مفيش فقد في طاقه الحركة ولا فقد في المومنتم يعني المومنتم بيفور يساوي المومنتم افتر. طب المومنتم بيفور عبارة عن نص بوينت تو في خمسة زائد بوينت تو في صفر هتساوي المومنتم افتر نفس القيمة اللي هتطلع يعني ده بصفر يبقى بواحد. المومنتم عبارة عن نيوتن دوت سكند او كيلو جرام متر بير سكند. طيب صار عندنا المومنتم قبل وبعد. طيب وهذا بيساوي ايه؟ ممكن نقول يساوي الماس توتال في الفي بتاعت السنتر اوف ماس اللي هو عايزه. طيب الماس توتال بي بوينت فور اذا ال V بتاع السنتر اوف ماس بتساوي واحد على بوينت فور يعني تطلع اتنين ونص متر بير سكند. طبعا في اتجاه الاي برضو نفس الشيء انه ده كان بيتحرك في اتجاه الاي ده واحد في اتجاه الاي فده يفضل برضو في اتجاه الاي ويبقى ده البارت بي. ما عندناش طبعا مومنتم خاص في اتجاه الواي لا قبل والمجموع بعد هيكون بصفر. طيب اخر جزئية بيقول لي كالكليت ذا بوزيشن اوف ذير سنتر اوف ماس برضو 2 second after the collision. هما لما اتخبطوا كانوا عند الاوريجينال الاوريجين بصفر يعني. طب وبيتحرك بسرعه 2.5 اي يبقى معنى كده مفيش اكسلريشن يبقى الدلتا اكس اللي هيقطعها عباره عن ال في في التايم ومفيش اكسلريشن طبعا ف 2.5 اي في عايزها بعد ثانيتين يبقى هيكون على بعد 5 اي متر يعني يكون على بعد 5 متر من هنا. ده السنتر اوف ماس كل واحد مشيت فوق وتحت لكن السنتر بتاعهم اوف ماس اللي متعامل معاه ككتله واحده قيمتها 0.4 بتتحرك بسرعه 2.5 اي تضرب في 2 تبقى 5 اي.